أبو حفص وهو عمر بن الخطاب، وقد نشأ عمر نشأة قاسية حيث اتسم أبوه بالقوة والغلظة والشدة، كما شب عمر في الجاهلية على حب الفروسية والبطولة والمصارعة، حيث كان يصارع الفتيان في سوق عكاظ فيصرعهم، وهو ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين الملقب بالفاروق. في عهده بلغ الإسلام مبلغا عظيما، وتوسع نطاق الدولة الإسلامية حتى شمل كامل العراق ومصر وليبيا والشام وفارس وخراسان وشرق الأناضول وجنوب أرمينيا وسجستان والقدس. وبهذا استوعبت الدولة الإسلامية كامل أراضي الإمبراطورية الفارسية الساسانية وحوالي ثلثي أراضي الإمبراطورية البيزنطية، وهو مؤسس التقويم الهجري. ومن أبرز المواقف التي ثبتت شجاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إسلامه، حيث أنه دخل في الإسلام علانية وجهر بإسلامه ولم يخف من كفار قريش وزعمائهم، ولم يجرؤ أحد منهم على إيذائه أو محاولة منعه أو ثنيه على الدخول في الإسلام لمعرفتهم بمدى شجاعته وقوته. ولم يقتصر أثر الشجاعة وقوة عمر على نفسه فقط، بل إن كل الصحابة المستضعفين الذين سبقوا عمر في الإسلام لم يستطيعوا ممارسة شعائرهم إلا بعد دخول عمر في الإسلام، فاعتز الإسلام والمسلمون بعمر وقووا بقوته وشجاعته، حيث روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا. وحين بدأ المسلمون بالهجرة إلى المدينة المنورة كانوا يهاجرون سرا خشية من كفار قريش وأذاهم، لكن عمر قدم عليهم حاملا سيفه وطاف بالكعبة المشرفة ثم خطب بالمشركين: من أراد أن تذكله أمه ويوتم ولده ويرمل زوجته فليلقيني وراء هذا الوادي. فلم يجرؤ أحد من المشركين على اللحاق به أو منعه، ولم تكن هيبته في نفس الناس فقط، بل حتى الشيطان كان يهابه. ومن هيبته له أنه إن رأى عمرا سالكا لطريق لسلك طريقا آخر غير طريق عمر، هيبة له وخوفا منه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما أسلم عمر أتى جبريل صلوات الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. وكان عمر بن الخطاب محبوبا وله شعبية كبيرة من قبل أهله، وحتى في البلدان المفتوحة حديثا، لأنه كان يتبع نهج التسامح الديني وحفظ حقوق القوميات والأديان الأخرى، خصوصا مع أهل الكتاب، حيث كان يجعلهم يدفعون ضرائب أقل مما كانوا يدفعونه للحكام الروم. وكذلك خلال حروب الردة فقد كانت لعمر مواقف لا تنسى، حيث أنه أطلق سراح جميع سجناء قبائل البدو. وكان عمر رضي الله عنه شديد التقوى، فقد كان ينهر نفسه دائما ويحاسبها شديد المحاسبة، إذ ما شعر أنه قصر أو يلحق أحدا من المسلمين الضرر على إثر حكمه وقيادته، حيث قال: والله لو أن بغلة عثرت بشط الفرات لكنت مسؤولا عنها أمام الله. وكان عمر بن الخطاب يكثر من قيام الليل، حتى إن قيام الليل ترك أثرا واضحا في ملامحه، فكثرة البكاء بين يدي الله في القيام ترك خطين أسودين في وجهه. ومن أقواله: لم يبقى من حلاوة الدنيا إلا ثلاثة أشياء: قيام الليل، ولقاء الأخوان، والصلاة في جماعة. استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده نسوة من قريش يكلمونه ويستكثرونه، عالية أصواتهم. فلما استأذن عمر قاموا فبادروا الحجاب، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كانوا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبان ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. ذات يوم خرج عمر رضي الله عنه أثناء خلافته يتفقد الرعية، فسمع امرأة تنشد أبياتا تشكو فيها بعد زوجها وتنحسر على طول غيبته. عندها استشار عمر ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها في أقصى مدة تتحملها المرأة دون زوجها، فقالت له 4 أشهر أو 6، فأصدر قرارا بأن لا يحبس أحدا من الجيوش أكثر من هذه المدة. وفي فتح مكة مر العباس بأبي سفيان على نار عمر بن الخطاب، فقال عمر: من هذا؟ وقام، فلما رأى العباس وراءه أبو سفيان قال عمر بن الخطاب في منتهى القوة: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. وقرر عمر قتل أبي سفيان. وعندما رأى العباس موقف عمر أخذ أبا سفيان وأسرع به إلى الرسول وهو يركب البغل، وكانت بطيئة، وعمر بن الخطاب يسرع حتى يلحق بهما قبل أن يدخلا على الرسول، ولكن العباس دخل على الرسول قبل أن يدخل عمر بن الخطاب. وتكلم عمر وقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني أضرب عنقه. فهناك تاريخ طويل بين أبي سفيان والمسلمين، وحروب متتالية قادها أبو سفيان ضد المسلمين. ولكن العباس بن عبد المطلب قال لرسول الله: يا رسول الله، إني أجرت أبا سفيان. ثم جلس العباس إلى الرسول، فأخذ العباس برأس رسول الله وقال: والله لا يناجيه الليل رجل دوني. فلما أكثر عمر في شأنه، فالعباس يحاول أن يدافع عن أبي سفيان، وعمر من الناحية الأخرى يهاجم ويصر على قتل أبي سفيان. فقال العباس: مهلا يا عمر، أما والله إن كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك عرفت أنه رجل من رجال بني عبد مناف. فقال عمر بن الخطاب: مهلا يا عباس، فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به إلى رحلك يا عباس، فإذا أصبحت فأتني به. ابن عمرو بن العاص قام في جلد القبطي بالصوت عندما تقدم عليه في سباق الخيل، فأرسل عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص وابنه رضي الله عنهما أن يحضرون إليه، وطلب من القبطي ضرب ابن عمرو بن العاص، فرفض ذلك مكتفيا برد حقه مما لقيه. هنا قال عمر بن الخطاب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. عندما فتح المسلمون تستر، فبعثوا بالهرمزان إلى عمر بن الخطاب في المدينة لأنه نزل على حكمه، فلما وصلوا إلى بيته لم يجدوه فيه، فسألوا عنه فقيل لهم إنه ذهب إلى المسجد. فجاءوا إلى المسجد فلم يجدوا فيه أحد، فرجعوا فإذا بأولاد يلعبون، فقال لهم الأولاد: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد عمر. قالوا لهم: هو في المسجد نائم. فرجعوا إلى المسجد فوجدوه نائما متوسدا برنس له ودرته معلقة في يده. فقال الهرمزان: أين عمر؟ فقالوا: هو ذا النائم. وجعلوا يخفضون أصواتهم لئلا ينبهوه، وجعل الهرمزان يقول: وأين حجابه وأين حراسه؟ فقالوا: ليس له حجاب ولا حراس ولا كتاب ولا ديوان. فقال: ينبغي أن يكون نبيا. فقالوا: بل يعمل بعمل الأنبياء. وعندها قال الهرمزان: عدلت فأمنت فنمت، والله إني خدمت 4 من ملوك الأكاسرة أصحاب التيجان، فما هبت أحدا منهم، هيبتي لصاحب هذه الدرة. وقد أنكر عمر بن الخطاب على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما ارتداء ثوب مصبوغ مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال في الإحرام، وقال له: إنكم أيها الرهط إمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبس أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. خرج عمر بن الخطاب إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الجنود أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فاستشار عمر من معه من المهاجرين والأنصار فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. ثم دعا مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر بن الخطاب في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جذبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجذب رعيتها بقدر الله. وعن قتادة قال: كان معيقيب على بيت مال المسلمين في خلافة عمر بن الخطاب، فكنس بيت المال يوما فوجد فيه درهما، فدفعه إلى ابن لعمر. قال معيقيب: فانصرفت إلى بيتي فإذا رسول عمر قد جاءني يدعوني إلى عمر، فجئت إليه فإذا الدرهم في يده، فقال لي: ويحك يا معيقيب، وجدت علي في نفسك شيئا؟ قال: قلت: ما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن تخاصمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدرهم،